بقى يا ابني. انا جيت اهو، انا جيت مصر وكنت عايزه اقابلك، كنت عايزه اقابلك لان بقيت استغاث واقول لك غتني وانا بدقتي وواقفه ليل ونهار، وربنا اللي نجدني من دقتي، وربنا يحفظك وينجيك يا ريس، ربنا يخلي السفارة المصرية برضو هناك وتخلي ويخليهم كده يا رب، ويخلي المستشار ياسر عنوان، وربنا يخلي السفير حازم، ويخليهم كلهم برضو بلدي وتراب بلدي تراب مصر بالدنيا كلها.